أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف لامتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة عالية وبتكلفة أقل. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها. الدولة لها مسار مختلف عما كان، الهدف منها أن هي تمتلك قدرة حقيقية ومقومات اقتصاد حقيقية، والنهاردة تستفيد من موقعها. وإحنا كلام ده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا، وإحنا بنعمل مجموعة الموانئ على البحر الأحمر، مجموعة الموانئ على البحر المتوسط، ثم شبكة طرق، لأن الكلام يعني لو كمل كلامه يعني بالتفصيل أكتر هنا هيتكلم على الطريق اللي بيعمله غرب الميناء، مش كده؟ محور التعمير أيضا، يعني كم حار من دلوقتي احنا شغالين فيه، لما قلنا ناخد الردم ونحطه في الطريق ده، لا عشان يبقى الموضوع ايه، ده وده وده خلص. ما اقولش يعمل للمستثمر وبعدين اقول له هنبقى نعمل لك طريق والدوله ما تقدرش ايه تنفذه، لا 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 لا، احنا دلوقتي كل اللي بنقول عليه بننفذه ايه بايدينا وزياده. تمام، وزياده كده.